سيدنا شو هي المفاجأة؟ ولا رح أطق؟ قلت لي رح أطق؟ كويس، وهو المطلوب أنك تطق وتريحني من شرك. سيدنا لضيوف وصلوا. خليني تفضلوا. أهلا وسهلا. يا هلا. هاي. أهلا، نورت الفيلا. مرسي. كيفك؟ تمام الحمد لله. بعرفكم، شاهيناز سيدة أعمال وراح تكون زوجته لجابر. بالعادة الشاب هو اللي بيطلب إيد الصبية، بس هلأ الزمن تغير، مشان هيك بدك تسمح لي وقدام كل الموجودين أني أطلب إيدك لتكون زوجي ورفيق المشوار. مبروك جابر. بارك له. شرفي. روي يا ينقدك. ربحت ورقتي نصيب وراح تربح صبية حلوة، أحلى صبية بالشام راح تكون زوجتك. وهيك الستين مليون اللي معك راح يصبحوا مع المئة مليون اللي عن شهناز، وهيك ما حدا بيطلع له علق يفتح تمه بالشركة الكبيرة اللي عملتوها واللي أنت شريك فيها. إن شاء الله طبعاً مكرجعين على الصفقات وعلى العقود. كيف الأمر؟ تمام كثير منيح. احترام سيدي، آسف عم بحكي معكم بالوقت. أهلين رأو بخير، شو في؟ سيدي أنا موجود قدام فيلا دخل عليها قبل شوي أبو نبال. أكيد؟ 100% سيدي. طيب اعتقلوا فورا. لهيك عم أتصل بسيادتك سيدي. ليش عم تتصل؟ إن شاء الله فهمني. سيدي الفيلا اللي أنا قدامها هلا لما مسؤول كبير بالبلد. إيه؟ أنا عم فكر أقتحم الفيلا. مسؤول كبير؟ طيب شو أخذ واحد مثل هذا لعند مسؤول كبير بالبلد يعني؟ والله يا سيدي بتكون تسألوا المسؤول. هلا قبل ما أسألك مين المسؤول، ليش ما بتأجل لحتى يطلع من الفيلا وبتجنبنا الاصطدام مع حدا؟ سيدي أنا خايف أولاد من إيدي. العملية جوات الفيلا مضمونة 100%. يا رؤوف، الدخول لأي فيلا تهور، وخاصة إذا عرفنا إنها لشخص كبير. بس كبير ما بصير يكون عم بيتعامل مع مشبوه سيدي. هلأ خلص أجل الموضوع لبكرة. سيدي ما في وقت لبكرة، أنا هلأ بدي الموافقة. أنا ما فيني بعطيك موافقة، أنت قدر الموقف وتصرف، بس بدك تكون على دراية تامة بالنتائج. الموقف مثل ما أنا قلت لكم يا سيدي. أنت ضابط عمليات هلأ، وتقديرك للموقف ممكن يكون أدق. سيدي فوت ولا ما فوت، أنا بدي أمر عسكري واضح. بكرر، أنت قدر الموقف وتصرف، بس أنا ما بشجع الدخول على الفيلا قبل ما أعرف مين صاحبها. تصبح على خير. شو سيدي؟ تهرب من القصة كلها بعد ما أعرف أنه في مسؤول كبير بالنص. طيب شو متصرف؟ عم بقدر اخذ قرار. سيدي الاسلم انتابع ابو نبال بعد ما يطلع من الفيلا. نور الفيلا يا عروس. ايه جابر، صحة وعافية. على قلبك سيدنا. ما سمعتنا صوتك، ما حكيت ولا كلمة خير. والله يا سيدنا ما بعرف يعني شو بدي اقول لك. ما عم يطلع معي كلام. بدلني رأيك بالعروس؟ أنا منقي لك أحلى صبية بالشام كلها. هذه خزيت العين وإن شاء الله فيها البركة. الله يبارك فيك. فيها البركة ما اختلفنا، بس يعني شو رأيك فيها؟ أنا بحكي عنه معلم، لسه لسانه مو بقالش على الحكي. اتركه هو يحكي. ولك يا جابر، سيدنا عم يسألك عن مواصفاتها، يعني قل له تمة مثل الكرزة، خدودة بتخلي الصايم يفطر، ولكن طوق. أبو نبال،
عفوا سيدنا، بس عم علمه. بلاها شرطتك هلا، أجلها. حاضر. إيه جابر؟ قل لي شو رأيك؟ حلو عروستك ولا لا؟ والله يا سيدنا ما بعرف شو بدي أقول لك. أحسن من طليتك؟ شو بك جابر؟ ليش ما عم بجاوب؟ شو بنقول لك جابر؟ سيدنا عم يسألك ما ترد عليه؟ والله يا سيدنا يعني أنا الحقيقة بعمري ما خطر لي إني قارن بين طليقتي وأي حدا تاني. شوف مسيو جابر، أنا ما بيهمني إني أكون أهم من حدا، أنا بيهمني شغلة واحدة بس، إنك تكون مخلص. أنا بعمري ما خنت مرتي. حلوة. أنت فهمتني غلط، أنا قصدي تكون مخلص للشغل اللي بيننا، للبزنس يعني، وغير هيك أنت حر. شوف جابر، اللي بتوصله شهناز بأنه زواجكن مجرد خبر للجرايد وممكن يوقف عند هالحد. كيف يعني سيدنا؟ يعني أنت زوجها بالاسم، بس ممكن ها ممكن تتطور علاقتكن وتصيروا زوجين عن جد، بس هذا الشيء بيرجع لكم، أنا ما دخلني. ماشي سيدنا، مبروك. الشباب يعمل حاله هربان ونحن لحقينه، خليه يدخل على الفيلا يدق الباب بلافة على أساس هو عم يطلب الحماية. نحن رح نداهم الفيلا بعد 5 دقايق، وهيك طبيعي نطلب هويات الموجودين. فهمتني؟ فهمتك سيدي. شو رأيك؟ حلوة الفكرة كتير. طيب عظيم، نفذ بسرعة، خلي الشباب يرجعوا السيارات لورا لحتى ما نفوت نظر، ونقي لي واحد من الشباب يكون فهيم. سيدي بفضل كون أنا. معقول؟ طيب بعد ما صير جوا البيلا سيدي، شو قول إذا قالوا لي لشعبان؟ أنا هذا ما كتير مهم، يعني فينك تنقي لك أي تهمة، قاتل أو سارق أو مظلوم، يعني أصلاً إنهم رح يلحقوا يسألوك. حاضر سيدي.